عطيات عبد الفتاح إبراهيم وشهرتها فيفي عبده، مولد 26 إبريل 1953، العمر 70 عام، الزوج محمد الدروي، الأبناء عز مجاهد وهنادي محمد الدروي. يوسف شعبان ممثل مصري، تخرج من كلية الحقوق بعد رفض عائلته الشديدة انضمامه لكلية الفنون الجميلة. مولد 16 يوليو عام 1936 وتوفى 28 فبراير عام 2021. سبب الوفاة فيروس كورونا، توفي عن عمر نهزة 89 عام. إنعام إبراهيم حسن أحمد سلوسة، ممثلة مصرية، مولد 15 ديسمبر عام 1939، العمر 83 عام، كانت متزوجة من الراحل سمير العصفوري، مع منه بنت واحدة المخرجة تغريد العصفوري. مهتاب حسين عز الدين وشهرتها مي عز الدين، ممثلة مصرية، مولد 19 يناير 1980، العمر 43 عام ولم تتزوج بعد. طارق محمد لطفي عبد الله، ممثل مصري، مولد 20 نوفمبر 1965، العمر 57 عام، الزوجة شاهندة سعودي، عنده من الأولاد شريف وليلى وياسين، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية. نهال عمر، ممثلة مصرية، مولد 9 أكتوبر 1961، العمر 62 عام، متزوجة من مجد الحسيني ولديها من الأولاد ولد واحد ويدعى حسين. ريهام عبد الغفور فنانة مصرية، وهي ابنة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مولد 6 سبتمبر عام 1978، العمر 45 عام، تزوجت مرتين، معها من الأولاد اثنان، يوسف من طريقها الأول وفاروق من زوجها الحالي. أحمد سمير زاهر، ممثل مصري، مولد 27 إبريل عام 1975، العمر 48 عام. مروى عبد المنعم عبد الرحمن، مواليد 26 فبراير 1978، العمر 45 عام، كانت متزوجة من حسام الشاذلي ومعها منه اثنان، يحيى الشاذلي وحور الشاذلي. أحمد سعيد عبد الغني، ممثل مصري، وهو ابن الفنان سعيد عبد الغني وخالته الفنانة زهرة العلا، مولد 10 يناير عام 1975، العمر 47، تزوج ومعه أولاد. سمية أحمد إبراهيم وشهرتها خيرية أحمد، مولد 15 إبريل عام 1937، اتوفت يوم 19 نوفمبر عام 2011، اتوفت عن عمر نهزة 74 عام. سبب الوفاة السرطان، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد. عزيزة أمين أحمد راشد، ممثلة مصرية، مولد 26 مايو 1946، العمر 77 عام، الزوج المنتج عبد الجادر العايد، حامل الأولاد بنت واحدة الفنانة أميرة العايد. خالد محمود، ممثل مصري، مولد 26 نوفمبر 1969، العمر 53 عام، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. بدرية طلبة، ممثلة مصرية، مولد 28 إبريل عام 1968، العمر 55 عام، الزوج مصطفى سليم ومعها بنت واحدة تدعى دعاء مصطفى سليم. مينا عزيز، ممثلة مصرية من مواليد القاهرة، مولد 28 أغسطس عام 1968، شاركت في العديد من الأدوار أهمها أماكن في القلب وكاريوكا ومحمود المصري.
نذراني ممثل مصري مواليد 24 فبراير عام 1959، شارك في العديد من الأدوار المميزة والناجحة. إبراهيم ممثلة مصرية مواليد 10 مايو عام 1939، توفيت يوم 18 يناير عام 2015، توفيت عن عمر ناهز 76 عام بعد صراع طويل مع المرض. سيد صادق ممثل مصري شارك في العديد من الأدوار، مواليد 18 يونيو عام 1945، في العمر ما بين 77 عام ل 78 عام. هانم محمد ممثلة مصرية مواليد 25 فبراير عام 1929، وتوفت 15 أكتوبر عام 2007 عن عمر ناهز 78 عام. نوال هاشم ممثلة مصرية اتولدت يوم 14 مايو عام 1934، توفت 3 يوليو عام 2009 عن عمر ناهز 75 عام. كامل الألفي ممثل مصري مولد 13 مايو عام 1955، وتوفى 29 يناير عام 2017، اتوفى عن عمر ناهز 62 عام. هلا زينو ممثل مصري مولد 30 يوليو عام 1950، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، شارك في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة. محمد عبد الحليم ممثل مصري تميز في أداء الأدوار الثانوية في الأعمال المختلفة، من أهم أدواره شيخ العرب همام، توفي 12 ديسمبر عام 2021. ليلى نصر ممثلة مصرية مولدة 2 ديسمبر عام 1938، وتوفي 9 إبريل عام 2022، اتوفت عن عمر ناهز 84 عام. توفيق الكردي ممثل مصري اتولد 16 يوليو عام 1939، وتوفى 19 ابريل عام 2007 عن عمر ناهز 68 عام. دي عباس اتولد 13 أكتوبر عام 1944، وتوفى 24 سبتمبر عام 2006، توفى عن عمر ناهز 62 عام.